بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذه الحلقة، الحلقة الثانية من حلقات التوجيه التي تعدها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. الحلقة الثانية فهي مخصصة للثانوي الآلي، تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. سنتعرف فيها عن إمكانات التوجيه بعد هذه السنة، وكذلك على نظام الدراسة بالجداء المشترك. إذن مرحبا بالتلاميذ الأعزاء. كما تعلمون أن هذه السنة هي محطة، يعني سنة ثالثة إعدادي هي محطة أساسية ومهمة في التوجيه، وبالتالي فأي قرار وأي اختيار ستقومون به لابد أن يكون مدروسا وأن يكون عن وعي ودراية تامين بما سيترتب عليه، لأن هذا القرار سيؤثر وسيكون له علاقة كبيرة بمستقبلكم الدراسي والمهني، وبالتالي فلا بد من يعني قبل اتخاذ القرار لا بد من استحضار مجموعة من المعطيات. أول هذه المعطيات وهو المؤهلات، يعني كل تلميذ له مؤهلات معينة من خلال مساره الدراسي يحصل على نتائج في نتائجه الدراسية، فهو يعني أدرى بنفسه ما هي نتائجه أو ما هي المواد التي يدرس فيها جيدا، ما هي المواد التي يحصل فيها على نتائج جيدة، ما هي المواد التي يرتاح فيها، ما هي قدراته، ما هي يعني نقاط قوته ونقاط ضعفه إلى آخره. ثم المسألة الثانية وهي الميولات والرغبات. إذن شيء مهم جدا أن ننتبه إلى الميولات والرغبات، يعني النتائج شيء والميولات شيء آخر، يجب أن يكون هناك انسجام. شيء ثالث وهو الآفاق. إذن أي اختيار أي شعبة لابد أن يعني نرى أو يعني نتعرف على آفاقها الدراسية والمهنية، ونحاول أن يكون هناك انسجام بين هذه العناصر الثلاث لكي يعني نستطيع أن نحقق طموحاتنا وأهدافنا المهنية. إذن نمر الآن إلى التعرف على إمكانات التوجيه ما بعد السنة الثالثة إعدادي. فلدينا هنا خطط شاملة. أول اختيار وهو التعليم العام. في هذا التعليم العام يعني نتعرف على مجموعة من الجذوع المشتركة. إذن لدينا أول جذع مشترك وهو الجذع المشترك العلمي. بالنسبة للجذع المشترك العلمي فهو ينقسم إلى عدة أقسام. هناك الجذع المشترك العلمي العادي، وهناك الجذع المشترك العلمي خيار أو يعني دولي يسمى بالدولي، في مجموعة من الخيارات اللغوية، فيه اللغة الفرنسية وفيه اللغة الإسبانية وفيه اللغة الإنجليزية، لكن بالنسبة لنا احنا في الجهة فلا يوجد إلا خيار فرنسية. لدينا كذلك تخصص تربية بدنية، يعني جذع مشترك علمي تخصص تربية بدنية. بالنسبة للاختيار الثاني أو جذع مشترك الثاني وهو جذع مشترك للآداب والعلوم الإنسانية، نفس الشيء يتفرع إلى مسلك عام وإلى مسالك دولية بخيارات اللغوية الثلاث، وكذلك إلى تخصص تربية بدنية. ثم أخيرا لدينا الجذع المشترك للتعليم الأصيل. الاختيار الثاني وهو المجال الثاني وهو التعليم التقني، يتوفر على جذع مشترك واحد وهو الجذع المشترك التكنولوجي. يعني سنحاول أن نفصل فيما بعد في كل جذع وفي كل إمكانية. بالنسبة للاختيار الثالث وهو التعليم المهني، هذا التعليم فهو يحتوي على ثلاث جذوع مشتركة. لدينا جذع مشترك المهني الصناعي، والجذع المشترك المهني الخدماتي، والجذع المشترك المهني الفلاحي. ثم أخيرا لدينا التكوين المهني مستوى التأهيل. إذن بالنسبة لتالتة إعدادي طبيعة الحال لدينا مستوى التأهيل، ليس شرطا أن يحصل التلميذ على شهادة الدروس الإعدادية. بالنسبة للجذع المشترك العلمي، يعني المواد الأساسية فيه هي المواد العلمية بمعاملتها 4، واللغات الأجنبية معاملتها 3، وما تبقى معامل 2. بعض المؤهلات، يعني المؤهلات المطلوبة في هذا الجذع، إذن الميل إلى البحث العلمي، حب الاستطلاع والفضول العلمي، القدرة على الملاحظة الدقيقة والتحليل والتفسير والاستنتاج إلى آخره. بعض الآفاق لهذا الجذع نجد الطب والصيدلة، الطب البيطري، الهندسة بكل مجالاتها، الملاحة الجوية والبحرية، الميدان العسكري والشرطة إلى آخره. بالنسبة للجذع المشترك الثاني، الجذع المشترك التكنولوجي، إذن هنا أدرجنا الجذع المشترك التكنولوجي مع الجذع المشترك العلمي لأنهما متساويان أو متقاربان، يعني يعتبران جذعان علميان معا، يختلفان فقط في مادة جديدة بالنسبة للجذع المشترك التكنولوجي، هو مادة علوم المهندس التي يعني تأتي مكان مادة علوم الحياة والأرض. إذن معاملة المواد هي 4 المواد العلمية،
واللغات الأجنبية والمعلومات مع عامل ثلاث. بالنسبة للمؤهلات، إذا الحب للاستطلاع ومويل لكل ما هو تقني أو تكنولوجي، تميز بقابلية التأقلم السريع مع المستجدات التكنولوجية، دقة الملاحظة والقدرة على التحليل والتنظيم إلى آخره، حب العمل اليدوي وبنية جسمانية سليمة إلى آخره. بعض الآفاق المهنية نجد الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الملاحة التجارية، التدبير، الميدان العسكري، الشرطة إلى آخره. ثم نمر الآن إلى الآفاق الدراسية لهذين الجذعين. كما قلنا هما جذعان متساويان في الآفاق الدراسية والمهنية، إذن ليس هناك اختلاف كبير بينهما. إذن فبالنسبة لي الأول اختيار هو شعبة علوم تجريبية، مسلك عام ومسلك دولي. إذن بإمكان التلاميذ اختيار شعبة علوم تجريبية سواء مسلك عام أو مسلك دولي. بنفس الشيء بالنسبة للسنة الثانية، فتنقسم هذه الشعبة إلى ثلاث مسالك: مسلك علوم فيزيائية بالخيار معا لغويا، يعني مسلك عام ومسلك دولي، ثم مسلك علوم حياة وأرض مسلك عام ومسلك دولي، والمسلك الثالث وهو مسلك العلوم الزراعية. كما تلاحظون لدينا هنا نجمة حمراء يعني تدل على أن هذا المسلك غير متوفر بالجهة. الشعبة الثانية وهي شعبة علوم الرياضية بمسلكيها، مسلك العام ومسلك الدولي، تنقسم في السنة الثانية إلى مسلك علوم رياضية ألف ومسلك علوم رياضية باء. بالنسبة للاختيار الموالي هو مسلك علوم التكنولوجيات الميكانيكية، ولدينا كذلك مسلك علوم التكنولوجيات الكهربائية، وهما يدرسان هذان المسلكان بالثانوية التقنية. إذا نمر الآن إلى جذع مشترك للآداب والعلوم الإنسانية. المواد الأساسية فيه هي التاريخ، الجغرافيا، اللغة العربية واللغة الفرنسية معامل أربعة، ونجد اللغة الأجنبية معاملها ثلاثة، وما تبقى من المواد معامل اثنان. بالنسبة للمؤهلات، ميول للعلوم الإنسانية، قابلة تعلم اللغات، يعني حب المطالعة والاهتمام بالميادين الأدبية والثقافية والفنية. بالنسبة لبعض الآفاق نجد الإعلام، المحاماة، القضاء، التدريس، الترجمة، الميدان العسكري والشبه العسكري. إذا نمر إلى الجذع المشترك الموالي، وهو جذع مشترك التعليم الأصيل، وهو يعتبر جذع مشترك أدبي، يعني المواد المقررة فيه وهي المواد الأساسية: تفسير الحديث، الفقه والأصول، اللغة العربية معامل أربعة، ثم نجد التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية معامل ثلاثة، ما تبقى من المواد معامل اثنان. مؤهلات الاستعداد لدراسة المواد الإسلامية بتعمق مثل الفقه وتفسير علوم القرآن إلى آخره. بعض الآفاق المهنية نجد الوعظ والإرشاد، التدريس، العدل والتوثيق، الإعلام والمحاماة. بالنسبة للآفاق أو الإمكانات الدراسية بعد هذين الجذعين، فنجد أنهما يشتركان في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. هذه الشعبة تنقسم إلى مسلكين في السنة الثانية، هما مسلك الآداب ومسلك العلوم الإنسانية. ليس هناك اختلاف كبير بينهما، اختلاف فقط في معاملة بعض المواد. بالنسبة للمسلك الثاني أو الاختيار الثاني هو مسلك اللغة العربية، يعني في السنة الأولى والسنة الثانية. إذا التعليم الأصلي كما قلنا لديه نفس الخيارات، يعني يشتركوا مع الجهة المشتركة الآداب والعلوم الإنسانية في هذين الخيارين، ولكن يضاف إليهما بالنسبة للتعليم الأصيل مسلك العلوم الشرعية، يعني في السنة الأولى والسنة الثانية. بالنسبة للجهة المشترك العلمي خيار فرنسية، فمسطرة التوجيه إلى هذا الجذع تعتمد على مجموعة من المواد المؤهلة اللي هي الرياضيات والفرنسية والعربية والعلوم حياة الأرض والفيزياء، بناء على النقاط المحصل عليها في الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، مع إشارة أن الفرنسية تحتسب بنسبة 50%. بالنسبة نظام الدراسة، فتلاميذ هذا الجذع يتلقون الدروس، يعني نفس الدروس التي تلقاها تلاميذ الجذع المشترك مسلك عام، غير أنه المواد العلمية تدرس باللغة الفرنسية، وتضاف حصة أو ساعتان في مادة تقنية التعبير والتواصل باللغة الفرنسية في هذا الجذع. بالنسبة لإمكانات التوجيه بالنسبة للجذع المشترك العلمي خيار فرنسية، فنجد نفس الشعب السابقة، غير أنه باللغة الفرنسية. شعبة علوم تجريبية خيار فرنسية تنقسم إلى ثلاث مسالك كما قلنا، ثم شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية تنقسم إلى مسلكين، ومسلك التكنولوجيات الميكانيكية ومسلك التكنولوجيات الكهربائية. ثم ملاحظة بالنسبة لإمكانات التوجيه، فنجد أن جميع الجذوع المشتركة السابقة التي ذكرنا تشترك في هاتين الشعبتين، وهما شعبة علوم اقتصادية والتدبير ومسلك الفنون التطبيقية. بالنسبة لمسلك الفنون التطبيقية فهو غير متاح بالجهة، يوجد في أقرب جهة وهي جهة قلميم وادنون.
كما تلاحظون نجمة علامة حمراء على هذين المسلكين أو هذين الاختيارين، تدل على أن المقاعد هنا محدودة، وبالتالي ف يعني يخضعان إلى الانتقاء الأولي لولوج هذين الاختيارين. نمر الآن إلى البكالوريا المهنية. كما قلنا، إذا نظام الدراسة بالنسبة لهذا الجذوع فهو يعتمد على 3 أنماط. أولا نظام أو تعليم عام بالثانويات التأهيلية المحتضنة لهذا المسلك، ثم تعليم مهني وأشغال تطبيقية بمؤسسة التكوين المهني، وتدريب بالوسط المهني بالمقاولات، يعني بالنسبة للسنة الختامية، السنة الثانية بكالوريا. ملاحظة أن المواد العلمية والمواد المهنية فهي تدرس باللغة الفرنسية في هذا المسار. بالنسبة للجذوع، فقلنا لدينا 3 جذوع. الجذع المشترك الصناعي، المواد الأساسية فيه هي الرياضيات والفيزياء، ثم المواد المهنية معامل و6، ثم المواد المهنية إذا هي كما تلاحظون ديسان تكنيك ماتيريو ترافو براتيك إلى آخره. بالنسبة للمؤهلات، أن يكون للتلميذ مستوى مقبول في الرياضيات والفيزياء، وأن يكون لديه حب العمل اليدوي، ثم أن يكون لديه مشروع شخصي يعني مهني. بالنسبة للمسالك المتاحة بعد هذا الجذع المشترك، نجد مجموعة من المسالك في 3 شعب: شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة الهندسة الكهربائية، وشعبة البناء. غير أنه ما هو متاح في الجهة، نجد مسلك التصنيع الميكانيكي ومسلك الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل، وهما متاحان بمديرية العيون ومديرية السمارة. بالنسبة للجذع المشترك الثاني، وهو الجذع المشترك الخدماتي، المواد الأساسية فيه هي اللغة الفرنسية واللغة العربية، تاريخ الجغرافيا معامل 4، ثم المواد المهنية معامل 6. المواد المهنية كما تلاحظون، ثم بالنسبة للمؤهلات، أن يكون للتلميذ مستوى مقبول في الرياضيات والقدرة على التواصل وتقديم الخدمات. المسالك هي كما تلاحظون مجموعة من المسالك شعبة الخدمات، غير أنه ما هو متاح في الجهة، نجد مسلك التجارة ومسلك المحاسبة، وهما متاحان في 3 مديريات: العيون والسمارة وبوجدور. المسلك الجهة المشترك الثالث هو الجهة المشترك المهني الفلاحي، فالمواد الأساسية فيه المواد العلمية 3 زائد المواد المهنية، ثم بعدها اللغات الأجنبية معامل 3. المواد المهنية إذن كما تلاحظون، ثم لدينا هنا المؤهلات، أن يكون للتلميذ مستوى مقبول في المواد العلمية، ثم أن يكون يعني لديه حب العمل اليدوي، وأن يكون لديه مشروع شخصي في هذا الاتجاه. بالنسبة للمسالك، لدينا مسلك واحد وهو تدبير ضيعة فلاحية. بعد الآفاق الدراسية والمهنية لهذه البكالوريا، نجد أولا إمكانية ولوج سوق الشغل، ثم بالنسبة لمتابعة الدراسة، فيمكن للتلميذ الحاصل على البكالوريا متابعة الدراسة في التعليم العالي، وكذلك بالتكوين المهني، إما مستوى التقني وإما مستوى التقني المتخصص. بالنسبة للمستوى التقني، ليس شرطا الحصول على شهادة البكالوريا، إذن يمكن يلجه التلاميذ حاصلين على أو المستوفين للدراسة بالسنة الثانية بكالوريا. ولدينا هنا ميزة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ، أنهم يعني يلجون مباشرة السنة الثانية من هذا المستوى، ويحصلون على دبلوم مستوى التقني. بالنسبة للمستوى التقني المتخصص، فلا بد من الحصول على البكالوريا. ثم لدينا هنا بعض المدارس كما تلاحظون: لي اس تي، لي ان سي جي، اف اس تي، انسا، لانسام الى اخره، يعني حسب نوع البكالوريا، اذا هل هي خدماتيه ام صناعيه ام فلاحيه. بالنسبه لعمليه اعاده التوجيه، اذا تكلمنا سابقا عن التوجيه، اذا بالنسبه للتلاميذ الذين لم يحسنوا اختيار او اختاروا وتبين لهم انهم اساءوا الاختيار، فيمكنهم استدراك الامر والتصحيح واعاده التوجيه في بدايه الموسم المقبل. يعني جميع الخيارات التي كانت متاحة له يمكن أن يملأها في بطاقة، يعني يملأ إحداها في بطاقة إعادة التوجيه. والبطاقة لدينا نموذج هنا معد لهذا الغرض، يعني يملأه التلميذ في كما قلنا بداية الموسم المقبل، يعني الموسم الموالي لعملية التوجيه. بالنسبة للاختيار الأخير وهو التكوين المهني، يلجه التلاميذ دون شرط النجاح في السنة الثالثة إعدادي كما قلنا، ثم تدوم الدراسة بهذا السلك ما بين 15 شهرا إلى سنتين. يتوج يعني تتوج بالحصول على دبلوم التأهيل المهني.
بطبيعة الحال هنا لابد من اجتياز رائز بعد تعبئة البطاقة، بطاقة الترشح، إذا اجتياز التلاميذ يعني الذين يرغبون في الولوج إلى هذا المستوى، مستوى التأهيل، إلى اختيار أو اجتياز رائز. إذا هذه بطاقة الترشيح إلى التكوين المهني. هنا لدينا المسالك المتوفرة أو التخصصات المتوفرة بالجهة، إذا لدينا مجموعة من التخصصات كما تلاحظون. هذه خطط شاملة لإمكان التوجيه الموجودة أو المتوفرة بالجهة. إذا لدينا أولا جهة دعم مشترك علمي وجهة دعم مشترك أدب والعلوم الإنسانية المسلك العام، وهذان الجذعان هما جذعان مفتوحان لا يخضعان للانتقاء الأولي. ثم لدينا أربعة جذوع أخرى، هي جذع مشترك التكنولوجي، وجذع مشترك علمي خيار فرنسية، وجذع مشترك خدماتي، وجذع مشترك الصناعي. هذه الجذوع هي جذوع يعني خاصة، يعني مقاعد فيها محدودة وتخضع للانتقاء الأولي. ثم أخيرا الاختيار الأخير هو التكوين المهني. إذا لدينا أمام التلاميذ، أمامكم أعزائي التلاميذ، 7 اختيارات يعني كما تلاحظونها، ستملؤون ما يناسبكم فيها يعني ما يناسبكم فيها في بطاقة التوجيه. إذا نتمنى أو نرجو الله لكم التوفيق، والسلام عليكم.